الاستاذ حسان الجردي. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا اهلين. صباح الخير استاذ حسان. صباح الخيرات. يسعد صباحك يا هلا. يا هلا استاذ حسان. بدايه هيك بشكل عام كيف حيكون طقسنا خلال هذا الاسبوع؟ وعم نسمع انه نحن على موعد على منخفض خلال الايام القادمه وفي مطر، فمن خلال حضرتك اليوم حابين نتاكد من هي المعلومات. تفضل. هلا بدايه صباح الخير. صباح الخير. الاخباريه السوريه لزمتك. هلا بشكل عام التقلبات اللي يعني هلا دكتور سيدة الموقف، وذكرنا نحن هذا الموضوع كثير سابقا يعني بنشراتنا، ورجعنا هلا لموضوع التقلبات الجويه. اليوم في ارتفاع واضح ملموس بدرجات الحراره، حراره اليوم اعلى من المعدل من 4 ل 6 درجات مئويه. الاجواء ربيعيه حاره غائمه جديا بشكل عام. الاجواء السديميه بالمناطق الشرقيه والباديه السوريه مستمره معنا خلال هيدي الفتره، ولكن من خلال ساعات المساء والليل نعم بلش حاله عدم استقرار جديده بتتاثر فيها المنطقه، بتؤدي الى هطولات مطريه تتصف بالشموليه اكثر شموليه مما قبل، تستمر ليومين هي الاحد والاثنين. احتماليتها للنهار بكره بتكون افضل. هلا بتتصف بالغزاره ببعض الاحيان، بتكون مترافقه بالعواصف البرعديه وحبات البراد احيانا. من سمات هيدي الحاله ممكن تكون في مناطق فيها هطول مطري غزير جدا، ولكن بمنطقه قريبه منها تماما يكون الهطول اقل، يعني هي وهذا ما يسمى بالهطل المطري عشوائيه الحدوث في مناطق مختلفه من البلاد. هلا درجات الحراره بكره عليها انخفاض بمعظم المناطق، بس بتضل اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه. استمر الانخفاض لنهار الاثنين لحتى تقترب من معدلاتها، وتضل فرصه الهطول المطري موجوده باذن الله تعالى ليوم الاثنين في اماكن متفرقه من البلاد. هلا بشكل عام حالة عدم الاستقرار بدنا نتأثر فيها تستمر ليوم الأحد والاثنين، بدءا من نهار الثلاثاء بإذن الله بترجع الأجواء بتستقر بشكل تدريجي وفعلي، وبتبلش الحرارات تميل للارتفاع لحتى تكون صارت أعلى من المعدل بنهاية هذا الأسبوع يوم الخميس المقبل بإذن الله تعالى. يعني الأجواء التقلبات الجوية هي شديدة الموقف خلال هذه الفترة، ولكن اللي بيميز الطقس خلال هذا الأسبوع حالة عدم الاستقرار بدنا نتأثر فيها خلال ساعات الليل اليوم، بتستمر ليوم الأحد والثنين، وبتكون فعالية نهار الأحد أكبر من نهار الثنين. وأماكن الهطول بالنسبة للهطول المطري بتكون في مناطق أكثر شمولية مما قبل. أما الرياح لليوم عم تكون غربية إلى جنوبية غربية الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة بتتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 50 كيلومتر بالساعة، بتصير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر الخفيف ترتفع الموج. تمام استاذ. استاذ حسان، يعني سمعنا انه ممكن يصير في منخفض جوي بهاليومين ورح يكون اخر منخفض، خبرنا من حضرتك هل هذا الشيء صحيح؟ هلا المنخفض الجوي اللي بده يصير حكينا بدايتنا بنتصرف فيه بكره وبعد بكره. هلا بدايه لربما ما تكون هيدي الحاله اخر حاله بالنسبه للايام القليله القادمه. نعم الاستقرار الفعلي بالنسبه للاجواء استقرار بشكل كامل، ممكن ما خلال الاسبوع الاول من شهر حزيران يكون في حالات تقلبات جويه خفيفه او حالات عدم استقرار خفيفه. والله اعلم يعني. بس بالنسبه لدرجات الحراره نعم لليوم العاصمه دمشق مثل ما ملاحظين 34.18 اعلى من المعدل بخمس درجات، الحنيفره 33.18، القلموان 27.14، درعا 35.18، السويداء 32.17، المنطقه الوسطى حماة 34.15، منطقه محمد الحشكي 33.16، ساحل السوري الغربيه وطرطوس 28.17، الشمال حلب وإدلب 35.17، دير الزور الرخصه المنطقه الشرقيه 37.21، الباديه السوريه مدينه تدمر 34.19. الحاله عدم الاستقرار من التاثر فيها هو المنخفض اللي تم التحدث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صفاته امطاره بتكون اكثر شموليه بتتصل بالغزاره وحبات البرد احيانا ومترافقه بالعواصف الرعديه، مدته يومين الاحد والاثنين، ترجع تستقر الاجواء وبتبلش الحرارات ترتفع، ولكن لربما ما تكون هذه حاله عدم الاستقرار هي الحاله الاخيره خلال هذه الفتره، لربما الاسبوع الاول من شهر حزيران يكون في هناك حاله عدم استقرار اخرى وتقلبات جويه واضحه المعاني. نعم استاذ حسان الجردي المتنبئ الجوي، بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي ذكرتها، وان شاء الله تحمل الايام القادمه كل الخير، والله يبعث الخير لجميع المحافظات السوريه.